اوتوفوكس مره جديده عم يتحول لموتوفوكس هالاسبوع رح يكون مع باور سبورتس ويك من شركه ريمكو موجود معنا جاد ايوب حتى يحكينا اكثر عن هاللاينز تبع الموتور بايكس اللي عندكم اياه هون واكيد حضرتك بتكون ماركت مانجر بشركه ريمكو فذيس از ذا جاي اللي بيعرف كل شيء عن كل شيء خصوصا بالديفيجن تبع الباور سبورتس اكزاكتلي اول شيء خليني افسر لك عن الباور سبورتس لانه اتس ذا فيرست تايم العالم يمكن بيسمعوا بهذا الاسم صحيح باور سبورتس هي ديفيجن معموله لكل شيء لجر يعني كل شيء هوايات ممكن تكون متوفره من بيناتهم الموتوسيكلات من بيناتهم الاتيفي جيت سكي سو نحن بهيدا الباور سبورتس في عنا اثنين براندز هن رئيسيه بالموتورينج يلي اول وحده بيجو سكوترز بحب ارجع بيجو سألتني السؤال ايه بيجو سكوترز مش بيجو السيارات الوكاله انعطت لشركه ريمكو مش لغيرها من الشركات حتى لو بنعرف في وكاله بيجو بلبنان في عنا أيضاً كمان كاوازاكي الماركة اليابانية يلي بالغنى عن التعريف وأكيد تحت باور سبورتس منلاقي كل شيء أكسسوريز كل شيء أكسسوار للموتو إن كان من الجير يعني كل شيء التونيو تبع الموتو كمان أكسسوريز هلمت very nice helmet أكيد gloves أكيد عنا كمان أكسسوريز لكل الموتويات يعني بتركب على كاوازاكي وغيرها من الموتويات خلينا نحكي اليوم أكثر عن الكزبي والتويت يلي هن اثنيناتهم من لاين تبع البيجو سكوترز فينا نقول خبرنا اكثر عنه اوكي مثل ما شفنا اخر فتره كلنا مجبورين انه يكون معنا اذا بدك يا سياره صغيره يا عنا هالسكوتر المهضومه اللي هي الخرج المدينه مزبوط بيجو صار لها اكثر من 100 سنه بالسكوترز يعني كانت بالسكوترز قبل ما تكون بالسيارات وعندها تاريخها وعندها يعني مودلز معروفين يمكن باوروبا اكثر فحبينا نحن نقدم اكزاكتلي تو انتروديوس هيدا البراند اللي هي بغنى كمان عن التعريف ونجيبها على لبنان موجوده هلا متوفره بموديلين اول واحد هو الكسبي وتويت يلي هلا شايفينه حدنا حلوين ديفرنت سايزز يعني هداك 100 سي سي هيدا 125 سي سي اكيد كثير عمليات كثير بيوفروا بنزين وكمان بدي اقول لك شغله انه نحن كشركه عندنا اكسبيرينس تبعنا بالموتورينج بالموتور سايكلز سو واحد ما بيعطل هم الماركة منيحة والوكالة كمان تدعمها والافتر سيلز كمان تدعمها انا بدي اول شيء لونشينج برايسز نحن كثير 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 اسعار حلوة يعني مثلا الكسبي 100 هيدا فيك تقصده ب 89 دولار بالشهر على مدة سنتين بس واو اوكي انكلودينج انشورنس مع الاسيورنس اوكي دفعة اولى كثير صغيرة بتكون نحن بندعي الجميع انه ينزل لعنا وهيدا كثير هينة سوقها ما بدها ابدا تعليم مش اكثر بينقصك مثل ما انت حامل يمكن الهلمت يلي هي للحمايه واكيد نحن كل ما الواحد بده يكون بروفيشنال بالدرايفنج ان كان من بيجو وصولا لكاوازاكي بنصح يكون عنده الجير يلي هي بتكون هلمت جلوفز بانتس او كمان ايضا جاكيتس بنشوفهم بالحلقات المقبله بس جد بدي اقول لك انه كثير حلوين الكاسكيت ومش بس كاسك رجالي عم نشوف مظبوط نسائي اللي بتعرف بعطيك هذا رح ياخذ الترند هي بتلبق مع ثيابي اكزاكتلي الترند هلا يعني كل واحد يكون عنده خاصه لانه سعره مقبول وخاصه يعني البيجو اللي عندنا اسعارهم كثير مقبوله فيعني اسعار بتبلش ب 89 دولار بالشهر مما كان بتخيل فيه يتحمل يشتري لانه بدي اقول لك شغله رح يكون عم بيوفر بنزين مقابيلها بهالقيمه يعني باركينج يدفع مصاري ببيروت بس ما في محل ابدا سو ذيرفور بتلاقي مش بس الشباب كمان البنات كثير عم بيكونوا مهتمين بهيدا البراند هلا نولن هي من اهم البراندات بالهلمتس اوكي اتس ان ايطاليان براند كمان بتلاقي شيبس مثل ما بدك بتروح لعنا على الشوروم بالمتحف اللي هي المين شوروم بتنقي انا حبيت اجيب اليوم معي كمان براند ديزاين مهضوم بالناتي هلا اذا بيعملوا زوم عليه سو بنقدر نشوفه بيقدروا يشوفوه اكزاكتلي سو اتس يعني منا بقى الموتور موتور بايك موتور بس محصورة للشباب اكزاكتلي منا بقى محصورة بالشباب كمان بنات بيكونوا عم يسوقوها وكثير هينه هلا كمان فينا نحكي كمان بالشق الاشخاص يلي بيشتغلوا على يعني بيقدروا يوصلوا قصص كمان اتس فيري براكتيكال ون هيدي فيري جود بوينت فشو معروف عنا انه مثلا باسبانيا كل شيء ميل بيروحوا كلهم حصريا مع بيجو سكوترز سو في هيدا خدمه الدليفري ان كان دليفري بلبنان يعني ممكن كذا شغله شركات او شيء او كمان الميل دليفري ففي كثير شغله في كثير دول باوروبا بيعتمدوا حصريا على بيجو سكوترز قلت لك يعني بتخيل ما عندهم زيرو ديفو بالموتويات تبعهم لانه عندهم الخبره الكافيه كرمالها يعني عم نشوف اليوم الكسبي 100 وتويت 125
من اكيد السبورتس ديفيجن او باور سبورتس ديفيجن من ريمكو يلي اكيد كل يوم رح تعرف اكثر خلال الاسبوع باوتو فوكس على نيو لاين اوف موتور بايكس من شركه اكيد ريمكو. واكيد استغربنا بالاول لما شفنا بيجو بس خسرنا لجاد يلي مره جديده ماركتينج مانجر بشركه ريمكو. بتشكرك انك كنت موجود معنا واكيد بكره احضروا حلقه جديده لتعرفوا اكثر عن موتور بايكس واكيد كله من شركه ريمكو. تشاو.